حقو يا بلاد. السعايدة النويرين عندينا على راديو الأهرام، هنلفوا بيكم بلادنا كلها ونسلموا على أهالينا وإخواتنا هنا. هنبدأ من محافظة بني سويف وناخدوكم في رحلة طويلة قوي، المنيا وأسيوط وسوهاج وبلاد الصعيد كلها. هنتعرف معاكم على عاداتهم وتقاليدهم ونتحدث كمان عن مشاكلهم. الصعيد وصل على راديو الأهرام مع أيمن عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبينا ومستمعينا مستمع راديو الأهرام، يا رب تكونوا زينك ده وكويسين. قبل ما نبدأ عايزين نصلوا على نبينا الزين العدنان عليها أفضل صلوات ربي وتسليماته. احنا لسه ولد عمي موجودين في محافظة أسيوط، عايزين نتكلموا عن ظاهرة غريبة هناك اسمها، بلاش اسمها يعني، من أغرب العادات والتقاليد الموجودة هلاقوها، ان في بعض النساء مثلا اللي هم عايزين يبقوا حامل فيعملوا ايه دريتي، هيتمسكوا بيها لدلقيت العادة دي، هيتمسكوا بيها وهي عادة دافع العادة دي، اقصد الدافع بتاعها انها السيدة يحدث عندها الحمل. وزي ما بتقولك ده الاستاذة نهال الهلالي، ودي بحث في التقاليد اللي في الصعيد عندنا، ان اغرب هذه العادات اسمها الكحريتة. اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها الكحريتة. ايه اللي يحصل في كحريتة ديتي؟ السيدات هتقوم بيها الكحريتة عشان ينجبوا ويحملوا. من الاماكن اللي بيعملوا فيها الكحريتة دي مقام هناك اسمه مقام الامير ضرار، اسمك ده مقام الامير ضرار، في قرية اسمها الهو. القرية اسمها الهو ودي تابعة لنيع حمادي، والمقام ديتي بتاع الامير دراي او درار مكانه وسط الجبل موجود. المكان ده انا عايزك تخيل معايا كده ان المكان ده وسط الجبل، وسط المدافن، يعني عايز قلب حديد وسط الترب. هنلاقوا في ظهر المقام او الضريح ديتي بير اسمه البير. البير ده تقوم المرأة او السيدة اللي عايزة تبقى حامل بالاغتسال او الوضوء في البير ده. بعد ما تغتسل في الوضوء والبير ديتي وبعد كده هتخرج المرأة، هتخرج السيدة، هتخرج من البير، هتلاقي أهلها في انتظارها. بعد كده يستقبلوها ويلفوها بملاية كبيرة عشان يتم سترها بشكل كامل بعد الغسل أو بعد الوضوء. وبعد كده يقوموا أهلها زجينها، يعني كحرتوها من فوق مكان عالي، والله يا ولدي زي ما بقول لك كده، من فوق مكان عالي وانجحرتوها، فتتكحرت السيدة على الأرض. أنا معلش، طب يمكن يتكسر لها ضلع ولا تتكسرها رجل، المهم فقوم بقى يحصل لها الخضة لما يزقوها وتتكحرت كحريتك ده ويحصل الحمل. دي من ضمن الاعتقادات هناك اللي لقيناها بالفعل. يعني الغرابة الغريبة جدا إن الأبحاث العلمية أثبتت إن الإنسان لما يتعرض للفزع أو للخضة المفاجئة دي هرموناته هتتغير وتحصل بقى المصادفة، فعشان كده هيحصل الحمل. حكاوينا ما تنتهيش وتقاليدنا ما بتنتهيش ولا تخلص، ونشوفوكم ونسمعوكم ونرحب بكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. الصعيد وصل على راديو الأهرام مع أيمن عثمان.